أبي لا يصلي، فأنا كنت عايزة أدعي له الصلاة بس بطريقة طيبة، وأنا مانيش قادرة إن أنا أتكلم معاه في الموضوع، فتنصحني بإيه ولا ليه؟ إيه؟ لماذا لا تستطيع الكلام معه في الموضوع؟ تسميه يدخل جهنم وانت جالسة تتفرج عليه؟ أنا لما بحاول أتكلم معاه بيقفل الموضوع، هو ساعة يصلي وساعة بيترك الصلاة. خلاص صليت عليه واحد طيب من الناس اللي هم أصحابه يذكره بالصلاة.